Explosions and subsequent black smoke could be seen across the Gaza City skyline on October 9 morning as Israel continued retaliatory airstrikes in response to Saturday's attack by Hamas. Israeli air strikes on Gaza began soon after the Hamas attack and continued into Monday, destroying the group's offices and training camps, but also houses and other buildings. Hamas said Israel had cut off water to some areas. Fighters from Islamist group Hamas killed 700 Israelis and abducted dozens more in a raid that shattered Israel's reputation of invincibility. ولا نعلم بالتحديد ما الذي استهدفته هذه الطائرات المقابلة، لكن بالفعل نحن نتحدث عن ما يصفه الفلسطينيون وما اعتادوا على تسميته بالحزام الناري، بمعنى إطلاق عشرات الصواريخ والقنابل من عشرات الطائرات في آن واحد وفي منطقة واحدة، وحتى الآن يسمع يعني دوي وصوت طلعات جوية للطائرات. تواصل بشكل هستيري بالفعل وجنوني حتى الآن، يعني حتى أننا نشاهد ومنق هذه القنابل والصواريخ رغم أننا في أوقات النهار عادة ما كنا نشاهد هذه الصواريخ. إذن القصف عنيف، وقد أستطيع القول أنه الأعنف منذ بدأ هذا العدوان على امتداد يعني مناطق واسعة يتم القصف في المنطقة الغربية من أقصى شمال قطاع غزة يبدأ، ومن ثم يتجه شرقا باتجاه المناطق.